بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم تتحدث عن الفرق ما بين الإنسان الودود والإنسان الحسود، وطبعا في الأول أي عند الإنسان الودود دائما وأبدا تلاحق محاسنه ومكارمه وأخلاقه من مكان إلى مكان مهما أخطأ. يعني الإنسان الودود الطيب الكريم مهما أخطأ دائما مكارمه وأخلاقه بتلاحقه بين الناس، وصيته الدائم ممتاز ما بين الناس. أما الثاني أي الإنسان الحسود فدائما وأبدا بتلاحقه عيوبه في كل مكان مهما أصاب. هيدا الفرق بيناتهم. الإنسان الودود إذا أخطأ الناس بتسامحه، ولكن أحيانا كتير الإنسان الحسود إذا أصاب يبقى إنسانا حسودا. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.